بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتكلمنا المرة الماضية عن السكريات المنفردة تعرفنا عليها المونوساكرايدز، الآن بدنا نتكلم عن الدايساكرايدز. طبعا اللي بنقصده احنا الدايساكرايدز انه جزيئين من المونوساكرايدز يتحدوا مع بعض بيعملوا ايش؟ دايساكرايد. الآن مش دائما هدول الجزيئين اللي بدهم يتحدوا مع بعض بيكونوا زي بعض. يعني يوم ما بدي احكي انا عن دايساكرايد ممكن اجيب نفس الجزيئين تماما بكل محتوياتهم، طبعا بالتاكيد الاستيريوكيمستري تكون نفس الشيء تماما ويعملوا دايساكرايد، وممكن اجيب جزيئين مختلفين ويعملوا دايساكرايد. فمش ضروري انه الدايساكرايد يكون مكون من الجزيئين نفسهم تماما. واضح؟ يعني ممكن يكون فعلا من نفس الجزيئين مكون دايساكرايد، وممكن يكون من جزيئين مختلفين، وهذا اللي حنشوفه لما نستعرض بعض الدايساكرايدز بشكل عام. ويعني جدا اول دايساكرايد بدنا نستعرضه المالتوز. واضح؟ المالتوز. الان هذا الدايساكرايد مكون من سكرين جلوكوز، لكن فيهم اختلاف في الاستيريوكيمستري، واحد منهم الفا جلوكوز والثاني منهم بيتا جلوكوز. الان اللي بتذكروا معنا قلنا احنا انه الالفا والبيتا شوغرز بصيروا لما نسكر اخر كربون اللي سميناها الانوميريك كربون، ونعمل في حالة السكريات هذه من ست كربونات الفيفث كايرال سنتر. فاذا الاو اتش كانت للاسفل على هذه الكربون تحديدا بنقول هذا السكر ايش؟ الفا. واذا كانت للاعلى بيتا. الان هذا المالتوز لو بتطلع عليه انا هي مكون من سكر متصل في الانوميريك كاربون. لاحظوا انا تركيزي على اي كاربون؟ الانوميريك كاربون، نكون معلمينها اللي اساسا هاي السكرين اللي متحدين. الان اطلعوا على واحد منهم الاكسجين فيه الفا. واضح؟ الثاني منهم الاكسجين فيه بيتا. واضح؟ فالمالتوز بيكون في هذه الحالة مكون من ألفا جلوكوز مع بيتا جلوكوز. هاي هدول التنين قبل ما يتصلوا مع بعض، هذا بهذا الشكل كان أو أتش، كان ألفا جلوكوز، هذا كان بيتا جلوكوز. فالتنين اتصلوا مع بعض من خلال موقع أربعة. لما ناخد الترقيم 1 2 3 4 هذا الموقع أربعة، اتحدوا من خلال هذه الأكسجين اللي في موقع أربعة عملوا رابطة. واضح؟ فصار عند المركب مكون من ألفا ومن بيتا جلوكوز. وعشان هيك لما بدنا نسميه ممكن إن نقرأ الاسم تبعه حتحسوا إنه مش صعب. هو ممكن تتخيلوا مركب بيتا جلوكوز، لو حطيت على موقع أربعة مثل شو كنتوا حتسموه؟ فور مثل بيتا جلوكوز. الآن عشان هيك أنا بدي أحط الاسم البيتا في آخر الكلام، بيتا دي جلوكوبايرانوز، مش سميناه لأنه جلوكوز مسكرة حلقة سداسية جلوكوبايرانوز، ودي وبيتا لأنه هذه موجودة في الوضع بيتا. الآن هذا على موقع أربعة، هيو على موقع أربعة من خلال الأكسجين متحد بإيش؟ بألفا دي جلوكوبايرانوز. واضحة الفكرة؟ فلما يذكر الاسم العام على موقع أربعة من هذا من هذا السكر، إيش موجود عندي على موقع أربعة؟ ألفا دي جلوكوبايرانوز. طبعا اتصاله من خلال الأو عشان هيك كتبنا أو. فاللي بده يفهم الاسم مش صعب، إنه هاي المركب اللي عندي بيتا جلوكوبايرانوز
على موقع أربعة منه إيش إجا نعتبرها بين قوسين ألفا جلوكوبيرانوز. فهذا سكر الملتوز ببساطة. هذه الأشياء بيمن تفهموا فيها الأفكار العامة. فالملتوز من سكرين جلوكوز لكن التنين مش ألفا ألفا ولا بيتا بيتا، ألفا مع بيتا. الآن بيجيني سكر تاني السيلوبايوز. السيلوبايوز متحد من سكرين متفقين تماما، بيتا جلوكوبيرانوز مع بيتا جلوكوبيرانوز، واضح؟ ولذلك لو أنا بدي أطلع على هذا السكر، هذه بيتا ولا لا؟ بيتا. وعلى هذا السكر هذه أيضا بيتا. فلما بدنا نسميه نسبة لهذا، بيتا دي جلوكوبيرانوز متحد من موقع أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، متحد من موقع أربعة من خلال الأكسجين بيتا دي جلوكوبيرانوز، واضح؟ يعني هذا كأننا بنقول بيتا دي جلوكوبيرانوز يحمل على موقع أربعة بيتا دي جلوكوبيرانوز، واضح الفكرة؟ فالسيلوبايوز بيكون من سكرين متماثلين تماما. لاحظوا قديش نسبة الخلاف اللي بتعمل يعني مركبات مختلفة. يعني أنا بحكي عن جلوكوبيرانوز وجلوكوبيرانوز، وبحكي عن هذا بيتا في الحالتين، بس الثاني مرة بيتا ومرة إيش؟ ألفا. خلاف بسيط جدا بس بكايرال سنتر واحد. الآن بعد شوية حتكتشفوا إنه هذا الخلاف البسيط جدا في الكايرال سنتر الوحيد بيتبع خلاف كبير جدا 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 في الخواص بعد هيك للمركبات. يعني لما يجي الجزيئات الدايساكارايدز بدهم يعملوا بولي ساكارايدز، هاي دايساكارايد وخلينا نعتبر هاي كمان دايساكارايد، هذا كان من بيتا وبيتا، هذا كان من بيتا والفا. الآن اللي كان من ألفا وبيتا الملتوز بيعمل جزيء كبير اسمه نشا أو جلايكوجين، اللي هي تخزين أو أماكن تخزين الكربوهيدرات سواء في النبات أو في الحيوان، وهذه بتدوب في المية وبيقدر البني آدم يهضمها. يعني البني آدم لما بيأكل النشويات بيقدر بسهولة يحللها للسكريات الأولية تاعتها أكيد. الآن اللي مكون من البيتا والبيتا حيجي يعمل السليلوز، حيعمل الخشب، البني آدم بيقدرش يهضم الخشب. الآن حتيجي تقوله شو الفرق بين أساس الخشب وأساس النشا؟ أساس الخشب السيلوبايوز واتحد وأعطاني سيلولوز، وأساس النشا الملتوز وأعطاني ستارش، واضح؟ فقط مختلفين هدول التنين بواحد من السكريات، جلوكوز جلوكوز صح وجلوكوز جلوكوز، بس هذا بيتا وبيتا، هذا بيتا وألفا. تخيلوا كيف اختلاف بسيط في الستيريو كيمستري بيؤدي إلى اختلاف كبير بعد هيك في الخواص وفي الاستفادة من المركبات. بيجينا سكر الحليب اللاكتوز. اللاكتوز أيضا في جلوكوز لكن في جالاكتوز، يعني هدول الستيريو كيميكال سنترز اتغير فيهم أكثر. كل الفروقات بينهم هي فروقات ايش؟ لحتى الان ستيريو كيمستري. يعني هذه الوحده مش بيتا جلوكوز في هذه الحاله، الفا جلوكوز متحد مع بيتا جالاكتوز. عشان هيك لو ذكرنا الاسم العام حتلاحظوا في الاخر الفا دي جلوكوبيرانوز، هي الالفا دي جلوكوبيرانوز شايفينها انها الفا. الان متحد من موقع أربعة بيتا دي جالاكتو بايرانوز، طبعا بنكتب بيتا دي جالاكتو بايرانوزيل، الواي ال اللي هي بصفته أصبح مجموعة زي ما بنقول مثل إثل بروبل، الواي ال لأنه أصبح مجموعة، واضحة الفكرة؟
هذا اللاكتوز. طبعا بيجي صاحبنا، مين صاحبنا؟ السكروز. ما حدش يقول عن السكروز العدو تبعنا، يعني في ناس دائما متطرفين في الحكم على اللي هي هذه الأشياء. كل هذه السكريات وكل حتى الدهون بتلزم للإنسان، بس المشكلة مش إنه الإنسان يأخذ سكريات ويأخذ دهون، المشكلة إنه يأخذها بإفراط. يعني الإنسان بحاجة للسكريات، بحاجة للدهون بالتأكيد، بحاجة للكوليسترول، بحاجة لكل إشي، لكن الإفراط في أي شغلة هو اللي بيعمل عندنا إيش المشكلة. الآن لو إجينا اطلعنا على السكروز اللي هو السكر اللي إحنا بنستعمله، هتلاحظوا مرة تانية في عندي ألفا جلوكوبيرانوز. هاي ألفا، هذه شايفينها طالما لأسفل، إذن هذه إيش؟ ألفا. لكن المرة هذه الاتحاد تبعه مش من موقع أربعة، هو متحد بفركتوز. واضح؟ هو متحد بفركتوز، والفركتوز كيتو شوغر. لما أخذنا السكريات قلنا إنه في عندنا الدوزز من الألديهايد وكيتوزز. الفركتوز كيتو شوغر، ولما بسكر بسكر على سكر خماسي، السكر الخماسي فيورانوز. واضح؟ ومن الفيورانوز متحد من موقع إيش؟ واحد. واضح؟ الآن هذا الفيورانوز لما بتطلع فيه بيتا. واضح؟ إذن هذا بيتا، عشانك حتلاقوا الاسم تبعه، اعتبروا انه هذا هو الاصل وهذه هي الايش المجموعة اللي جاية على الاصل. واضح؟ فحتلاحظوا بيتا دي فركتو فيورانوزيل. طبعا فيورانوزيل لانه جاي ايش مجموعة متحد مع الفا دي جلوكو. ما كتبش هنا بايرانوز، كتب بايرانوزايد. ليش؟ لأنه الاتحاد تم هنا من موقع واحد. لاحظوا في السكريات اللي قبل شوية لما كنا نيجي على هذا السكر، الاتحاد يتم من أي موقع؟ أربعة. هنا الاتحاد تم من موقع واحد. فإذا هذه الرابطة بطلت O H صارت O كاربون، معنى ذلك هذه الرابطة إيش بدها تكون؟ جلايكوسايديك بوند. واضح؟ عشان جلايكوسايدك بوند، عشان تكون جلايكوسايد هنا حط ايش؟ جلوكوبيرانوسايد. لاحظتوا هنا كلمة بيرانوسايد؟ لو رجعتوا على الأسماء اللي قبل كان يحط جلوكوبيرانوز، لأنه هذه كانت تكون أو أتش. في كل اللي قبل هذه كانت أو أتش جلوكوبيرانوز، سواء كان ألفا أو بيتا. لكن هنا بطلت او اتش، صار الاتحاد من عندها، وعشان هيك صارت هذه الرابطه جلايكوسايديك بوند، فقال جلوكوبيرانوسايد. فالحقيقه السكر اللي فيه تو جلايكوسايديك بوندز هو سكر ايش؟ السكروز. انتبهوا لو كانوا بيسالوكم مالتيبل تشويس. الان هذه الرابطه كربون او كربون، هذه جلايكوسايديك بوند ولا لا؟ وهذا الرابطه جلايكوسايديك بوند. فلما نيجي نطلع احنا حقيقه على السكروز كم جلايكوسايديك بوند فيه؟ تنتين. لو رجعنا اطلعنا على السكريات اللي قبل هنا كم جلايكوسايديك بوند؟ واحدة. ما حدش يقول هذه جلايكوسايديك بوند. ليش؟ لأنه الجلايكوسايديك بوند اللي بتتكون على الكايرال سنتر الأخير، على هذه مش على هذا الموقع أربعة. واضح؟ يعني مش أي أو كاربون جلايكوسايديك بوند. الجلايكوسايديك بوند مرتبطة بأي كاربون؟ بالأنوميريك كاربون اللي كانت أساسا الديهايد. واضح؟ ولذلك هذه جلايكوسايديك بوند، بس هذه مش جلايكوسايديك بوند. واضح؟ فلو انا اجيت على اللاكتوز في 1 جلايكوسايديك بوند، لو رجعت على السيلوبايوز على سبيل المثال برضو اي وحده انوميريك كاربون، كل سكر فيه 2 انوميريك كاربونز، مزبوط ولا لا؟
هذه فيها جلايكوسايدك بوند؟ لا. هذه؟ نعم. فيها. ولذلك في السيلوبايوز في عندي 1 جلايكوسايدك بوند. هذه لا. وضحت الفكرة؟ يعني أنا عندي 2 أنوميريك كاربونز. مين فيهم جلايكوسايدك بوند؟ هذه الأو اتش جلايكوسايدك؟ هذه؟ واضحة الفكرة؟ فدائما لما بدنا نعرف كم جلايكوسايدك بوند نرجع على الملتوز مثلا. هاي الأنوميريك كاربونز. الآن لو إجينا سألنا هذه جلايكوسايدك بوند؟ أو اتش. هذه جلايكوسايدك بوند. فالملتوز والسيلوبايوز واللاكتوز هذول فيهم 1 جلايكوسايدك بوند والثانية عادية، عشان هيك كنتوا تلاقوا جلوكوبايرانوز عادي. لكن لما وصلنا للسكروز لو اجينا سألنا وين الانوميريك كاربونز؟ هاي الانوميريك كاربونز. الآن هنا في جلايكوسايدك بوند؟ في. هنا في جلايكوسايدك بوند؟ في. تنتين جلايكوسايدك بوند. واضح؟ وعشان هيك هذا لما انهينا اسمه انهيناه بسايد اللي هو الفا دي جلوكو بايرانوسايد. زي ما تعلمنا لما اخذنا الجلايكوسايدك بوند وقلنا بننهي بايش؟ جلايكوسايد. هذا بالنسبة لبعض السكريات اللي هي بنستفيد منها للدايسكرايدز. الكلام يمكن يجيب بعضه انه القاسم المشترك ربما في الاشياء المحلية الطعم الحلو. واضح؟ يعني الانسان بفتش في النهاية عن ايش؟ الطعم. كذلك الحال يمكن تلاحظوه في العطور. يعني مر علينا واحنا بنشرح بعض العطور. العطور لا يوجد، خلينا أقول، مجموعة كيميائية تكون قاسم مشترك ما بين العطور. ما القاسم المشترك؟ الرائحة الزكية، الرائحة الجيدة. الآن العطر ممكن مرة يكون إيستر، ممكن مرة يكون ألديهايد، ممكن مرة يكون كيتون. شفنا الياسمون مثلا، شفنا، متذكرين الياسمين كان كيتون، شفنا الإيسترز قلنا عنها مواد عطرية. ما فيش قاسم كيميائي مشترك. القاسم الكيميائي ما بين العطور هو الرائحة الجيدة. الآن القاسم الكيميائي ما بين السويتنرز المحليات ومنها السكر هو الطعم الإيش؟ الحلو. ولذلك الآن في سكريات اللي هي السكريات هذه الصناعية اللي بياخدوها الناس اللي عندهم سكري وما إلى ذلك، لو اطلعتوا على أنواعها المختلفة مش هتلاقوا شيء مشترك في الشكل بينها. لكن هالمركبات لما حضروها لاحظوا أنه طعمها حلو وبشكل عام آمنة. يعني كثير في مركبات طعمها حلو لكن خطيرة جدا، بيقدرش الإنسان يتعامل معني. الكلوروفورم طعمه حلو لكن سامه كارسينوجينيك. لكن هذا المركب مثلا بدون ما ناخذ طرق تحضيره هو السكرين، سواء وجد على شكل سكرين او عشان يدوب بيسحبوا الاتش بيعملوا السولت تبعه. طبعا دائما لما نقول سولت، السولت ليش بنعمله احنا؟ عشان الذائبية تكون اعلى في المية. فلو اطلعنا احنا هذا الصوديوم سكرين اللي هو اللي بنستعمله بنحطه على الشاي، فيش علاقة بين شكله وبين شكل السكروز، لكن يوضع بديل للسكروز. مظبوط ولا لا؟ ليش يوضع بديل للسكروز؟ بسبب الطعم الحلو. الآن في سكريات تانية غير السكرين تستعمل، منها مثلا الأسبرتام والسايكلاميتس. لو فتشتوا سايكلاميتس، لو فتشتوا على شكل الأسبرتام والسايكلاميت والسكرين هتلاقوا كل واحد يمثل شكل معين، ما فيش قاسم مشترك بينهم. القاسم المشترك هو إيش؟ الطعم الحلو. القاسم المشترك هو الطعم الحلو. يعني هاي الأسبرتام طلعوا هذا الشكل وهذا الشكل، بتلاحظوا في شيء مشترك مع السكرين؟ طب العسل يا أستاذ هاي محلبة الطعم حلو؟ أنا هو؟ العسل. ما هو العسل فيه سكريات كثيرة. لا لا مش من هدول،
من السكريات العادية اللي أخذناها، بس تركيبته عاد كبيرة في سكريات وفيتامينات وإشي أكثر من شغلة. الآن هذه الدايسكارايدز سواء كانت سكريات مختلفة زي الملتوز اللي هو احنا قلنا عنه ألفا وبيتا جلوكوز متحدين مع بعض، أو السيلوبايوز اللي قلنا عنه بيتا وبيتا، يعني خلينا نركز احنا على الملتوز. الملتوز كان من ألفا وبيتا جلوكوز مكون، واضح؟ والسيلوبايوز من بيتا وبيتا جلوكوز. الآن هدول لما بيجوا بيعملوا بوليمر كبير، لما بيعملوا بوليمر كبير بيكونوا هم الوحدة الأساسية المتكررة في البوليمر، بيعطونا الستارش أو النشا في حالة ما نتكلم عن إيش؟ عن الملتوز. في حالة ما بنتكون عن نتكلم عن السيلوبايوز بيعطينا السليلوز، واضح؟ فالملتوز بيعطيني إيش؟ النشا ستارش. السيلوبايوز بيعطيني السليلوز الخشب، واضح؟ بوليمر كبير طبعا. الآن لاحظوا عاد حسب البوليمر اللي بتكون، يعني يوم ما نحكي عن بوليمر يعني عدد كبير من الشغلات، حتلاحظوا في علم البوليمرايزيشن هذا العدد ممكن يكون 300 وحدة، ممكن يكون 1000، ممكن يكون 3000، تمام؟ حسب طريقة الارتباط اللي موجودة في هذا العدد وحسب عدد الجزيئات أو الوحدات المكونة له. الآن وحدة الستارش هي إيش؟ الملتوز، هذه الوحدة اللي مكونة من سكرين. حسب كمية الأشياء المتصلة بصير عندي نوع البوليمر. عشان هيك أنتم بالبلاستيك بتلاحظوا في عندكم أنواع كثيرة، في النايلون في عندكم أنواع كثيرة. هذا بصير يدخل في جانب الصناعة، أنه قديش العدد اللي خليناه يتحد تقريبا يعمل بوليمر. هل خليت 300 جزيء وحدة البوليمر 3000 2000؟ واضحة الفكرة؟ الآن نفس الفكرة من الملتوز، هنلاحظ انه في عندنا الستارش. الستارش لو حللته بيعطيني ملتوز، الملتوز لو حللته بيعطيني جلوكوز، لكن جلوكوز ألفا وبيتا جلوكوز، لكن هاي الوحدة المتكررة وحدة الملتوز، واعملوا منها عدد كبير. الآن لاحظوا انه النشا مكون من شغلتين، من أمايلوز بنسبة 20% والباقي تقريبا أمايلوبكتين. إيش بيفرقوا هدول الشغلتين؟ بعدد الجزيئات المكونة لهم وبطريقة الاتحاد. يعني الأمايلوز في جلوكوز يونيتس عادة بيكون عددها ما يقارب بين 50 ل 300 جلوكوز يونت، لكن أهم شيء بيميزها إنه هي موجودة في إيش؟ بسلاسل بدون تفرعات، واضح؟ سلاسل بهذا الشكل بدون ما يصير فيها تفرعات. العدد تبع الجلوكوز يونتس بيكون ما بين 50 إلى 300 جلوكوز يونت، والاتحاد زي ما أنتم عارفين من نمرة 4 من هان، وبتحد من واحد مع الجزيء الثاني. يعني إحنا لما كنا نتكلم عن الملتوز كنا هنا في عندنا الاتحاد مع 4 وسايبين واحد او اتش. الان لما بده يعمل بوليمر بيجي بيتحد منها. يعني لو انتم تذكرتوا الملتوز مش كانت هذه تكون فيه او اتش لما نحكي عن الملتوز لوحده، الان بصير يتحد من هذه الاو اتش عشان يعمل البوليمر. يعني الاو اتش اللي كانت متروكه فاضيه بصير يتحد من خلالها مع موقع 4 من وحده ملتوز ثانيه، بيطلع عندي جزيء كبير بنسميه ايش؟ الامايلوز. الامايلوز هذا احد مكونات النشا. الان النشا في مكون ثاني الامايلوبكتين. الامايلوبكتين في ما بين 300 الى 5000 جلوكوز يونتس، يعني الجلوكوز يونتس اللي فيه عددها اكبر، لكن اهم شغله فيه از هايلي برانش، واضح؟ يعني الأمايلوز سلسلة، الأمايلوبكتين في تفرعات. يعني تقريبا لاحظوا
الاميلوز بين 300 الى 5000 جلوكوز يونتس از هايلي برانشد موليكيول او هايلي برانشد موليكيول تشينز وذ كونسيكاتيف 1-4 لينكس. شفنا كيف 1-4 لينكس الارتباط. الافريج يعني كل مجموعه حوالي 25 ل 30 وحده وبعدين بيجي تفرع 25 ل 30 وتفرع بصير الجزء ايش ماله؟ هايلي برانشد. واضح؟ فواضح انه جزء الاميلوبكتين اكبر من الاميلوز وبنفس الوقت اللي بيميزه التفرعات. واضح؟ فالاميلوز is a chain molecule. الاميلوبكتين is a highly branched molecule. جزء في تفرعات كثيرة. طبعا هذه كلها أشكال تقريبية. كلها أشكال تقريبية بتوضح لنا كيف بيتكونوا هذول الجزيئات. الآن لو اجينا من الأمايلوز أيضا غير النشا بمكونينه يعني من المالتوز كان في عندي الستارش اللي هو مكون من أمايلوز وأمايلوبكتين. أيضا من المالتوز في عندي الجلايكوجين. الستارش مكان تخزين الكربوهيدرات في النبات. الجلايكوجين مكان تخزين الكربوهيدرات في الحيوانات. برضه هو في جلوكوز يونتس لكن حوالي 100,000 جلوكوز يونت. لاحظوا العدد في الجلايكوجين جلايكوجين بيزيد بشكل كبير وبرانش يعني كل ما بين كل 8 ل 12 جلوكوز يونت. خلينا هيك نتخيل حتلاحظوا انه في عندكم ايش برانش. فالجزء هذا الجلايكوجين بيكون ايضا هايلي برانش. الان الجلايكوجين بيجي من الجلوكوز اللي بيمتص من وين؟ من الامعاء. produced from glucose that is absorbed from intestines into the blood. الان ايش وظيفته هذا الجلايكوجين؟ يمكن مر عليكم في البيولوجي اللي هو توازن السكر. helps maintain the glucose balance. واضح؟ يعني اذا في عندي جلوكوز زياده بيجي وبتخزن وين؟ في الجلايكوجين. بدخل ضمن البوليمر. الآن إذا الجسم نقص عليه الجلوكوز بصير هذا نفسه يفرز أو يعطي للجسم وحدات جلوكوز. واضحة الفكرة؟ يعني هو كأنه هاي جزيئات الجلوكوز بتقدروا تتخيلوها بتمتص من المعدة المفروض لازمة لحرق الأكل. الناس اللي بياكلوا كتير أوكي بنجمع هذه الجزيئات هاي نعملنا إيش؟ جلايكوجين وخزننا. الآن بعد هيك صار البني آدم عنده نقص في السكر قد ما في نقص بصير يطلع له جلوكوز. واضح؟ واضحة فكرة الفكرة العامة. خلينا أقول العامة جدا للجلايكوجين. الآن لو اطلعنا على السليلوز. السليلوز هو البوليمر اللي جاي من السيلوبيوز اللي بيعمل الخشب. يعني النشا والجلايكوجين جايين من وين؟ من الملتوز. لكن السليلوز جاي من السيلوبيوز. والسيلوبيوز بيتا وبيتا شوغر. فالسليلوز is an unbranched polymer. بوليمر مستقيم ما فيش فيه branches of glucose joined by 1-4 beta glycosidic bonds. كل هالكلام شفناه. لاحظوا معي كيف فرق في الأساس بسيط جدا إنه هذا من سيلوبيوز هذا من مالتوز. السيلوبيوز والمالتوز متحدين في بيتا جلوكوز لكن السكر الثاني في كل واحدة واحد منهم واحد ألفا واحد بيتا. يعني خلينا نقول هنا في عندي بيتا وبيتا نفس الاشي في السكرين. الان في الملتوز هذا الفا في السيلوبيوز هذا بيتا. فهذا الفا بيتا هذا بيتا بيتا. الان هذا بصير ملتوز بيعمل لي نشا وجلايكوجين هذا بصير
سيلولوز سيلوبيوز وبيعمل لي السيلولوز. الان البني ادم بيقدر يهضم النشا، بيقدر يهضم الجلايكوجين، بيقدرش يهضم السيلولوز. واضح؟ فالهيومنز اند اذر انيمالز ذي دايجست ستارش اند جلايكوجين، بيقدروا يهضموا النشا والجلايكوجين. الان الحيوانات والنمل، يمكن تقولوا النمل صار اقوى من البني ادم، يعني هو النمل بيقدر يهضم الخشب والبني ادم ما بيقدرش، معنى ذلك النمل اقوى من البني ادم. هي المشكله انه كمان مش النمل اللي بيهضم او مش الحيوانات المجترة اللي بتهضم، لا، بكتيريا موجوده جوا امعائها، هذه البكتيريا اللي جوا امعائها بتفرز اللي هو الانزيمات اللي هي البيتا جلايكوسايديز اللي بتساعد على عملية ايش؟ انها تقدر تهضم الخشب وتستفيد منه. واضح؟ ثماني بكتيريا كونتين بيتا جلايكوسايديز. دائما اذا شفتوا هذه النهاية ايش هذا؟ انزيم اوكسيديز وريدكتيز وجلايكوسايديز، and they can hydrolyze يعني يفككوا السيلولوز. فلو احنا قلنا لكم انه humans can hydrolyze سيلولوز، لا، واضح؟ لكن في بكتيريا كتير بتقدر تعمل هذا الكلام. هذه موجودة في التيرميتس اللي هو النمل الابيض، والرومينانتس اللي هي الحيوانات المجترة اللي بتلاقوها مستعدة تاكل الايش، زي الجمل وزي اللي بتاكل الخشب. فبكتيريا في معدتها بتقدر تدخل على هذا الخشب وتحلله لوحدات السكر، بحيث انه النمل الابيض او الحيوانات هذه المجترة تقدر تستفيد منه او من السكر اللي موجود فيه، لكن البني ادم ما بيقدرش يهضمه. اخر شغلة بدنا نحكيها بالنسبة لهذا الجزء، انه في عندي بعض الشوغرز يمكن ان ينزع منها اكسجين. هذه بتفيدنا لما بدنا ندرس النيوكليار اسيد اللي هي الاحماض النووية، ومنها بصير اسمها دي اوكسي شوغرز. يعني لاحظوا هذا الشوغر لما يكون فيه الاكسجين وسكر من 5 كربونات ريبوز، تمام؟ لما نشيل منه اكسجين من هان، يعني في الاصل كان في عندي او اتش، لو شلنا منه اكسجين ايش بصير اسمه؟ دي اوكسي. دي اوكسي يعني منزوع. لاحظوا، ميزوا رجاء في الكلمات، عشان هيك احنا بنقول اتعبوا شويه. يعني لو اجينا قلنا لكم داي اوكسي، داي يعني اثنين، لكن دي منزوع، زي ما كنا نقول هيدروجينيشن دي هيدروجينيشن، هيدريشن دي هيدريشن، هالوجينيشن دي هالوجينيشن. فالدي بتعني اللي هو العكس. فهذا البيتا دي اوكسي رايبو فيورانوز. طبعا ليش فيورانوز؟ لانه من حلقة خماسية. هو الشوغر تبع الدي ان اي، هو عبارة عن رايبوز نزعت منه الايش؟ الاكسجين. ولو كان الرايبوز اللي فيه الاكسجين بيعملنا ايش؟ الار ان اي، الرايبونيوكليك اسيدز. لما يكون دي ان اي دي اوكسي رايبونيوكليك اسيدز. واضح؟ هذا الكلام عام عن اللي هي الدايساكارايدز وعن البوليمرز اللي بتكونوا منهم. خلينا يعني نبدأ نعطي فكرة عامة ليش أنا محتاجها الآن، مقارنة مع البروتينات اللي بدنا ناخدها في الفصل الأخير إن شاء الله، اللي هو الأمينو أسيدز والبيبتايدز والبروتينز. زي ما لاحظتوا، يمكن أهم شغلة في البوليساكارايدز، أهم شغلة في البوليساكارايدز إن هم بوليمرز. إيش يعني بوليمرز؟ يعني لما بدي أقول النشا إيش الوحدة تبعته؟ حتقولوا لي مالتوز، الدايساكارايد المالتوز.
تمام. لو قلت مثلا السليلوز بوليمر كبير، ايش الوحدة تبعته؟ السيلوبيوز. ولذلك البولي ساكرايدز يمكن التعامل معها يكون اسهل كتير من التعامل مع البروتينات. ليش؟ لانه البولي ساكرايدز عندي وحدة وبتتكرر، يعني كأنه الانسان بيقدر يقول عنهم انه they are real polymers. واضح؟ البوليمر مكون من ايش؟ مونومرز تتحد تصير دايمرز، ترايمرز، تترامرز، في الاخر ايش؟ بوليمرز. فالبوليمر من ناحيه المبدا وحده متكرره، البوليمر وحده ايش مالها؟ متكرره. فلما اجي اقول ستارش بوليمر، ما وحدته المتكرره؟ الملتوز. انتهى. واضح؟ الان لما بدي اجي اتكلم عن البروتينز، هلاحظ انه في عندي اختلاف اساسي. البروتينز عباره عن امينو اسيدز، والامينو اسيدز مختلفين. واضح؟ الامينو اسيدز مختلفين. ولذلك انا لما بدي اجي اعمل مثلا نشا، بقدر اقول في حاله النشا او الاميلوز مالتوز 30 وحده مثلا او 300 وحده. مالتوز 300 وحده. واضح؟ المالتوز مكرر قديش؟ 300 مره. هاي صرت عامل مثلا اميلوز. لكن لو اجيت بدي اعمل بروتين او الاصغر من البروتين البيبتايد اللي حيمر علينا بعد شويه، ما بقدرش اعمل مثل هذه المعادله. واضح؟ يعني هذه المعادله ان اقول انه از ريال بوليمر اللي هي البولي ساكرايدز مالتوز منه 300 وحده او منه 100,000 وحده في الجلايكوجين على سبيل المثال او ما الى ذلك، هي وحده ومتكرره. لما بدي اجي احكي عن البروتين، هلاحظ انه البروتين عباره عن امينو اسيدز، عدد كبير من الامينو اسيدز. الان كل امينو اسيد من ناحيه المبدا بيختلف عن الثاني. يعني خليني اتخيل انه هذا حقيقه بيمثل البروتين. الان هذا بقدر احط عليه كذا to the end؟ لا. طب ايش المطلوب اعمل له؟ اعمل له ايش؟ التسلسل تبعه. يعني لو تخيلت انا انه هذا بروتين صغير يعني بيبتايد، بقول لاحظوا معي ايش التسلسل تبعه من امينو اسيدز: اسود، اخضر، احمر، اسود، ازرق. تمام؟ الان كل واحد شكل من هدول. يعني هذا في الامينو اسيدز ممكن يكون جلايسين، الانين، سيستين، تريبتوفان، كذا. فما بقدرش اصيغه بصيغه امينو اسيد وبعدين اقول عنه تو ذا ان. فالان تخيلوا لو كان في عندي مثلا بروتين من 300 امينو اسيد، عشان اعرفه جيدا ايش المطلوب مني اعمل؟ احدد ال 300 امينو اسيد مرتبين. هذا بسموه ايش؟ سيكونس. سيكونس يعني كيف هدول مرتبين. اعمل التسلسل تبعه. الان فكره السيكونس او التسلسل غير موجوده في البولي ساكرايدز. البولي ساكرايدز نفس الشغله تو ذا ان، مالتوز تو ذا ان، خلصت. واضح؟ بينما في البروتينز حتواجهنا صعوبه انه البروتينز وحدتهم الاساسيه امينو اسيدز. الامينو اسيدز عاده اللي موجودين في البروتين 20 امينو اسيد. الان لما يكون عندي بروتين من 300 امينو اسيد، كويس، في اشياء مكرره لكن لابد من السيكونس. هم اكيد 20 امينو اسيد تقريبا اللي موجودين في ايش؟ في البروتينز. لكن هدول ال20 لما بدي اخذ منهم
بروتين من 300 امينو اسيد، كيف حيكونوا؟ حيكونوا مختلفين. ما فيش ان احط مثلا جلايسين تو ذا ان عشان اميز اي بروتين عن الثاني، لازم اعد ال 300. ولذلك البروتين لو انا بدي اتكلم عنه انه هل هو ريال بوليمر، يعني بوليمر حقيقي بمعنى الكلمه، الجواب لا. الريال بوليمر حقيقه ايش هو؟ مونومر تو ذا ان، زي ما شفنا البولي ايثيلين والبي في سي وحتى كمان البولي ساكرايدز، مونومر مكرر. لكن هنا لما بدي اجي احكي عن البروتين حصير اجيب الامينو اسيدز، اقول جلايسين، الانين، تريبتوفان، سيستين، كذا كذا. هتلاحظوا انه مطلوب منا نحدد الترتيب تبع الامينو اسيدز. ولذلك البروتينز لو الانسان بده يستعمل الكلام بدقه اكثر، they are macro molecules، جزيئات كبيره. ماكرو موليكيولز، جزيئات كبيرة، أكثر منهم إيش؟ بوليمرز. They are ماكرو موليكيولز، أكثر منهم بوليمرز. طبعا فيهم نوعا ما شيء مشترك بخلي بعض الناس يقولوا ممكن تجاوزا نعتبر البروتين بوليمر. ليش؟ لأنه لو انا اطلعت على الهيكل تبعه اللي بتكرر، هلاحظ انه هو عباره عن ان سي سي دبل بوند او. الان هذه الوحده بتتكرر في البروتين، بعدها ان سي سي دبل بوند او، بعدها ان سي سي دبل بوند او. هتقولوا لي مش ناقص غير ايش؟ تكتب هذول تو ذا ان. طب ليش مش قادر اكتبهم؟ لانه كل امينو اسيد فيها انا ار جروب مختلفه، يعني هذه مره اتش، هذه مره سي اتش 3، هذه مره سي اتش 2 اس اتش. فلو بتطلعوا على الهيكل الاساسي لذرات البروتين ان سي سي دبل بوند او هو مكرر، لكن لو اطلعتوا على هذه المجموعه مش مكرره. بناء على ذلك لو هذا مثلا كان بيبتايد، هذا بيبتايد مكون من كم امينو اسيد؟ من ثلاثة. حاتعلم انه والله هذا اسمه جلايسين، هذا اسمه الانين، هذا اسمه سيستين، حصير اقول هذا جلايسين الانين سيستين، حيكون بيفرق عن الانين جلايسين سيستين من نفس الثلاثة، فما بالكم لما نصير نحكي عن 300. فالبروتين بوجهة النظر اللي بده يطلع على الهيكل الاساسي هو كأنه بوليمر مكرر في ان سي سي دبل بوند او، ان سي سي دبل بوند او. لكن لما نيجي نلاحظ انه هذه المجموعه اللي هنا اختلفت بطل بوليمر. ولذلك البوليمر ما بنعدش ال 300 وحده ولا ال 5000 وحده تبعته، بس البروتين بدي اجهزه وبدي علم يوم ما اقول هذا بروتين كذا يذكر لي ال 5000 وحده مرتبين. ونفس الاشي حيتكرر معكم وين؟ في النيوكليك اسيدز. عشان هيك في الشفره الوراثيه وغيرها وغيراتها حتلاحظوا انه البني ادم بيختلف عن الثاني، والشغله بتختلف عن الثانيه، انه بدي اذكر الاشياء مرتبه كذا 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 كذا. واضح؟ هذا كمقدمه. اذا صح البوليساكرايدز they can be considered as polymers. Proteins are better described as macromolecules. جزيئات كبيرة أكثر من إننا نسميها إيش؟ بوليمرز. ونقدر نكتب شغلة to the end. الآن حيصير درسنا القادم سهل. اللي بده يدرس بروتينز إيش أساسهم؟ إذن أول شيء بدنا نتعلم على الأمينو أسيدز. بعدين الأمينو أسيدز بيتحدوا بيعملوا البروتين، نتعلم كيف نوجد السيكونس وكيف نحضر البروتين لو بدنا اياه. لكن حيكون ان شاء الله درسنا القادم على الوحده المكونه للبروتين اللي هي عباره عن ايش؟ الامينو.